كافة الناس يصبحون شخصية وطنية معروفة، لا نحن لا حرج في ذكر أسمائهم. نقول لك حاجة، نعم. أنا نقول لك حاجة، ما دام هؤلاء الناس في المؤسسة العسكرية احنا حاطين عليهم العين ورانا موثقينهم وكل شيء، ولو كان نعرفوا أي عمل جاد لمحاسبتهم احنا نتأخر في ذكر أسمائهم. ولكن الناس اللي يخرجوا إنسان باش يولي كما راك تقول شخصية عامة، هاد الناس احنا ما نقلهمش، يخرج نتكلموا فيه، نعطوا فيه واش لازم، يعني قصدي لن نسكت على إنسان يخرج للحياة العامة ونسكت عليه. ما نسكتوش عليه، نشهد عليه بما نعرفه عنه ونطالبه، ونضع الشعب الجزائري أمام مسؤولياته، ونضع حتى المجتمع الدولي أمام مسؤولياته. ولكن هؤلاء الناس اللي نعرفهم، طبعا أنا ما ندعيش بأنني أعرف كل المجتمع، لكن الناس اللي وصلوا للصفوف المتقدمة من القيادة أعرف مجموعة كبيرة منهم، نقدر نقول لك باللي فيهم تقريبا 50%، تقدر تقول 50% منهم يعني في الحقيقة حتى الانحراف نتاعهم والفساد نتاعهم مقبول. هل تظنون يعني سيدي أحمد من بين هؤلاء 50% من بينهم جنرالات يستطيعون أن يخرجوا البلد من هذه الأزمة السياسية؟ أنا لا أعتقد بأن أي إنسان يستطيع أن يخرج البلد من 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 إلا إذا كان هناك رأي عام يعني فعلا يظهر تهديد حقيقي للقيادة العسكرية. يعني نقول لك أنا بصراحة للفريق محمد مدين، أنا تكلمت هذا قبل هذا وكتبت عنه وقلت بأن الإنسان اللي أقول يمكن أن يوفر على الشعب الجزائري كثير من الدماء وكثير من المفاسد ومزيد من الهلاك هو الفريق محمد مدين. إذا هذه إذا حط عليها ثلث خطوط، إذا كان مستعد باش يتوجه هذا التوجه. وأقول أحسستم سيدي أحمد شوشان وأنتم بعلاقاتكم هذه أن هؤلاء الناس ومن بينهم مدين هم مستعدون الآن للخروج بالجزائر من هذه الأزمة؟ هو يدعي ذلك، لكن الخرجات أنا أقول لك حاجة، هو يدعي ذلك، نعم. هو يدعي ذلك، هذا هو الذي يصلني أنا، هو يدعي ذلك ويصر عليه. ولكن أنا شخصيا أنا بعد حتى كلامي مع الناس اللي يوصلني يعني اللي يوصلني عن طريقهم هذا الأمر هذا، أقول لهم بكل صراحة نحن لا نريد كلام، نريد على أشياء على أرض الواقع. صح هما يقول بأن تم تطهير، تم نصف هذا الناس الجنرالات اللي كانوا داروا اللي داروا الانقلاب، ولكن ما الذي يمنع من تطهير مؤسسة المخابرات أولا وقبل كل شيء من الناس المجرمين المتورطين في الجرائم؟ ما دام هذا الشيء قائم يعني احنا لا نستمع للدعاوي حتى لو كان يجينا انسان يدو خضره من الجنه. ما دام يقبل باللي يكونوا ناس مجرمين على اعلى مستوى في مؤسسه هي اخطر مؤسسه في الدوله الجزائريه، احنا لا ما يشبعناش انسان بالكلام. يعني نهار اللي نشوف باللي فعلا في المواقع النفوذ التي منها يمكن أن تتحول الجزائر إلى الأحسن في هذه المواقع وضع ناس يمكن أن نأمل فيهم الخير، يمكن أن يعني من خلال معرفتنا لهم يمكن أن يساعد الشعب الجزائري والنخبة الجزائرية على التحول إلى الأحسن بطريقة جيدة. احنا ما عندنا حتى أنا شخصيا ما عندي حتى عقدة أنني أقولها، لكن ما دام هناك المجرمين هم اللي راهم في مواقع النفوذ فيبقى بالنسبه لي انا هذا كلام يحتاج الى اقامه الدليل عليه. الجنرال مدين الذي زكيتموه سيدي احمد شوشان منذ قليل، خرجت بعض الاصوات المناهضه لهذا السيد ومن بينها صوت العميل السابق للمخابرات الجزائريه كريم مولاي يقول بان هذا السيد له باع من المسؤوليه في جرائم عديده ضد الشعب الجزائري. زين، أولا ما خليني من هذه الكلمة التزكية، أنا لا أؤمن بالتزكية، لا أحد يزكي أحد. نعم. أنا إنسان أؤمن بالمسؤولية. معذرة سيدي أحمد شوشان لفلتات لساني. أنا أتكلم
بمسؤولية وليس على أساس تزكية. أنا ما نعترف حتى واحد لو كان يزكوه أهل الأرض كلهم وعلى أرض الواقع يظهر لي غير ذلك، أنا ما نعترفش به ولا أعترف حتى بمن يزكيه. التزكية هي أن يقوم الإنسان على أرض الواقع بما يستوجب الشكر. أنا قلت لك باللي محمد مدين يدعي ويزعم هذا الكلام، أنا لم أزكيه ولم أقول بأنه صادق، فهمني مليح. أنا هذا الكلام يصلني من خلال التواصل القائم. زين، أنا عندما يصلني هذا الكلام أطالب بشيء على الأرض. نهار اللي نشوف شيء على الأرض أنا راح نقول لك أنا باللي يا أخويا مهدي جهاز المخابرات فيه فلان وفلان 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 وفلان، وهذو رجالة يمكن الاعتماد عليهم ويمكن التعاون معهم من أجل تحول الجزائر من هذه الأزمة القاتلة إلى بر الأمن، ونقولها راسي مرفوع، واللي يبغى يثبت غير ذلك يتفضل. لكن كي نقول لك أنا باللي الآن الإدارات المرؤوسة للمدير العام يشدوها كل الناس متورطين في الجرائم، وبالتالي أنا لا أعترف به بالكلام الفارغ الذي يصلني، فيعني مانيش نحابي ولا نزكي ولا نزيد ولا ننقص. نهار اللي نشوف على مستوى هذه الإدارات ناس وإحنا عشنا في وقت في الحقيقة الضباط ما كانوش بزاف، يعني إحنا نعرفوا الناس، كي نقول لك انا نعرف الجنرالات اللي هذه لانهم كانوا نقباء في وقتي انا، كاين اللي كنا نقباء مع بعض وراهم الان جنرالات، وكنا قادة كتائب مع بعض وراهم جنرالات ماجور، كنا نتقاسم نفس المكان ونفس المراقد ونفس الميدان العمل ونفس المكاتب وغير ذلك. فانا نعرف كي نشوف هذا نقول لك هذا هو الشيطان، ما تجيش تدخل لي في راسي بأنه يمكن أن يعتمد عليه في الإصلاح. لكن كي تشوف إنسان آخر يقولك هذا فيه خير، وهذا أنا أشهد بيني وجه الله. الوقت يداهمنا سيدي أحمد شوشان، والحديث إليكم شيق جدا. ثلاث دقائق من فضلك، رؤيتكم المستقبلية للأوضاع في الجزائر. والله أقول لك أنا ما تحسبهاش علي تشاؤم، إحنا في رمضان مؤخرا وصلني بأنه حتى الرئيس يعني ما عادش لم يعد يعني في 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 اللياقة التي تؤهله للقيام بمهام الرئاسة، وبكل تأكيد البحث يكون جاري على بدائل. البدائل اللي ظاهرة ما فيهاش، أنا تكلمت على مبادرة الأخ أحمد النيتور ونبهت الأخ أحمد بن بيتور والرأي العام الجزائري إلى أن هذه المبادرة يمكن أن يتبناها أو تتبناها مديرية المخابرات، وحذرت من التفاهم في إطار صفقة بين صاحب هذه المبادرة وبين المديرية العامة للأمن بدون أخذ ضمانات يعني تجعل من المبادرة اللي راهي يسعى إليها الدكتور أحمد بن بيتور يعني في صالح الشعب الجزائري وليس في صالح يعني فئات على مستوى هذا الجهاز وعلى مستوى يعني المتحالفين معهم في الأجهزة الأخرى للدولة الجزائرية للمؤسسة الدولة. فالحقيقة يعني إذا لم يتم أخذ المبادرة من طرف ناس داخل مؤسسة المخابرات أو مؤسسة بالتعاون ممكن مع الناس من مؤسسة الجيش، فأنا أعتقد بأن الجزائر ستتوجه إلى الأسوأ، لأنها الأمور رايحة وتتعقد، وهؤلاء المجرمين إذا لم يتم إيجاد حل الآن سيتمكنون يعني من مؤسسة الدولة ويكونون على رأسها في يوم من الأيام، وبالتالي ليس أمام الجزائر إلا انفجار يعني يأتي على الأخضر واليابس. ومع الأسف أنا لا أتمنى أن أقول بكل صراحة، لأن كاين كثير من يراهنون على الانفجار الشعبي
لكن الانفجار الشعبي بدون أن يكون هناك تأطير من طرف نخبة سياسية توجهه في الإطار الصحيح وتجعله يعني من أجل التغيير والبناء يعني مشكلة كبيرة. يعني راح نولو صومال جديد، يعني مش حتى أفغانستان، راح نولو صومال يعني رايحين. وما تستغربوش أن الجزائر تولي صومال يا إخواننا، يعني